السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زملائي الأحباء. طبعا النهاردة هنكمل المحاضرة اللي احنا كنا اتفقنا عليها، اللي كانت تأجلت الجمعة اللي فاتت نتيجة ظروف. معلش أنا بعتذر عن تأخير المحاضرة اللي فاتت. المحاضرة دي بإذن الله هنتناول فيها جزء مهم جدا في فلسفة التركيبات المتحركة. الجزء ده هيبقى خاص بالسبورت وريتنشن اند ستابيليتي اوف كومبليت دنشر. هنعرف قد ايه ان في حاجات قبل ما نبدا الشغل العملي لازم نفهمها الاول في فلسفه الشغل ذات نفسها بتاعتنا اللي احنا بنشتغلها. هنستنى شويه على ما بعض زملائنا يخشوا على اللايف معانا، وبعدين هنبدا ان احنا نتكلم في المحاضره بتاعتنا. معلش بقى، انا طبعا عارف ان الدنيا ساقعه شويه وان الجو مش مناسب قوي للمحاضرات، بس انا بقى عندي وعد ليكم زي ما وعدتكم. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن احد اركان اضلاع مثلث الكومبليت دينشر اللي احنا كنا قلنا عليهم، السبورت والريتنشن اند ستابيليتي. هنتكلم النهارده عن السبورت. هنتكلم النهاردة عن فلسفة مهمة جدا في فلسفة نجاح الطقم المتحرك. ان الطقم المتحرك عندنا عشان من احد اركان نجاحه انه لازم يتوفر فيه الصفات الثلاثة دي اللي هي السبورت والريتنشن والستابيليتي. وهنشوف قد ايه واحنا بنتكلم عن الثلاث صفات دول، هنشوف كمية الترابط الكبيرة جدا اللي موجودة ما بين الثلاث صفات ببعض. يعني من غير سبورت مش هينفع يبقى فيه ريتنشن، مش هينفع يبقى فيه ستابيليتي. من غير ريتنشن مش هينفع يبقى فيه سبورت، ومش هينفع يبقى فيه ستابيليتي. الثلاثه فيهم انتجريشن ببعض جامد جدا جدا. الله يكرمك يا استاذ حسين. في انتجريشن جامد جدا جدا، وعايزين نشوف بقى الكلام ده هنحصل عليه ازاي. لان دوت لو احنا ما حصلناش عليه من خلال شغل عملي محترم بنعمله في العيادات بتاعتنا، للأسف الطقم بتاعنا هيفتقد صفة من هذه الصفات، فهيبقى محكوم على الطقم بالفشل. يعني ما ينفعش يبقى عندي كومبليت دينشر على سبيل المثال مفيش فيه سبورت حلو واقول ان الطقم ده ناجح. ما ينفعش، سواء كان الطقم ده كونفنشنال كومبليت دينشر، او حتى لو كان بارشل دينشر، او حتى لو كان اوفر دينشر سبورتد بالامبلنس، او اوفر دينشر ريتيند باي امبلنس. تمام، لازم في جميع الاحوال لازم يبقى عندي حاجه اسمها سبورت. تمام، ببساطه شديده جدا السبورت هي مقاومه الطقم بتاعي للتيش وورد موفمنت. يعني ايه؟ يعني يبقى قاعد على ارض ثابته مهما ضغطت عليه، ما يبقى في توازن في الضغط بتاعي وانه يواجه الحركه خلال الانسجه. طب يعني ايه الكلام ده؟ واحنا طلبه ما كناش مستوعبين قد كده الكلمه دي. المشكله عندنا في الطقم الكامل نقطة خطيرة جدا. غير التركيبات الثابتة وغير شغل زراعة الأسنان، الطقم الكامل مشكلته إن أنا عندي حاجة اسمها different values of tissue compressibility. إن أنا عندي الميوكوزا ذات نفسها كل حتة سيكنس مختلف. عندي في حتت ميوكوزا فيها أنواع heavily keratinized، عندي حتة تانية الميوكوزا loosely alveolar، عندي حتة تانية الميوكوزا flabby، عندي حتة تانية الميوكوزا thin. فاختلاف الانسجه ديت في بق المريض بيعرضني لمشكله كبيره جدا، ان انا ما اقدرش اضغط على الانسجه دي وانا بعمل لها ريجستريشن مثلا في المقاس بتاعي كلها تبقى بنفس الدرجه. لازم يبقى درجات الضغط عليها تبقى متفاوته او بنسب متفاوته، بحيث ان يبقى في اماكن معينه استغلها في الضغط بشكل كبير، وفي اماكن تانية هيبقى الضغط عليها اخف شويه. طيب احنا النهارده كان في حاجه جميله قوي وانا بقرا في مراجع اساتذتنا الكبار زمان، قريت حاجه جميله جدا جدا في فلسفه السبورت والريتنشن والاستابيليتي. ان لقيت ان مكتوب ان السبورت ملخصه في كلمه واحده بس، ان الفاليو الكبيره قوي 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 بتاعت السبورت بتاعت الكومبليت دينشر، او الفاليو بتاعت السبورت اللي الكومبليت دينشر اهميته يعني، هي اللونجيفيتي بتاعت الطقم ده هيقعد في بق المريض فتره طويله، اللي هي اللونجيفيتي اوف سبورت. تمام، طيب يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا لو الطقم بتاعي ليه سبورت كويس، الله يكرمك يا دكتور سيد، لو الطقم بتاعي ليه سبورت كويس ده هيعيش في بق المريض فتره طويله بدون مشاكل. لان بمجرد ما بيحصل تغيير للانسجه او فقدان الطقم للصفه بتاعته اللي هي فكره السبورت، بيبدا الطقم ان هو
كل الخواص بتاعته الباقيه بتبدا تتغير، ممكن الريتنشن تبوظ، وممكن برضو الاستابيليتي بتاعت الطقم تبوظ، غير طبعا الابيوزد بيهيفير بتاع الطقم اللي بيبدا يعمله على البوتنشال بيرنج تيشوز نتيجه انه فقد السبورت بتاعه لاي سبب. ممكن يبقى السبب من الطقم بتاعك انت، طقم وحش، وممكن يبقى السبب انترنسك من عند المريض ذات نفسه. مريض عنده سكر، ذوبان العظم بتاعه عالي، بيستخدم الطقم غلط، طبعا اسباب كتيره جدا جدا تخلي الطقم مع الوقت يفقد السبورت بتاعه. طيب احنا عايزين، بما ان دي صفه مهمه جدا جدا وحبينا ان احنا نبدا بيها، فحبينا نبدا بالسبورت للكومبليت دينشر على اساس ان هو قبل ما نبدا نخش على الكلينيكال تراكس بتاعتنا في الشغل، حبيت اوريكم ان احنا لازم نبقى فاهمين فلسفه الشغل بتاعنا قبل ما نفهم الشغل ذات نفسه. وده عشان ما يبقاش حتى فهم الشغل بتاعنا صعب. يعني احنا لما كان بيجي استاذ من اساتذتنا، او كان بيجي معيد من المعيدين اللي كانوا بيدرسوا لنا واحنا طلبه، وكان يجي يرخم عليكم وانت بتاخد المقاس ويقول لك ده ريميك، يقول لك لا دي شورت عيدها تاني، دي مش عارف كذا كذا كذا، كل دي بتدي امباكت على الفاينل دينشر، وكل دي بتدي امباكت على السبورت ممكن، او الريتنشن او الاستابيليتي بتاعت الدينشر نتيجه ديفكت انت عملته في الامبريشن، نتيجه ديفكت انت عملته في جوريليشن، نتيجه ديفكت انت عملته في التراي ان، كل الحاجات دي ممكن تاثر على السبورت والريتنشن والاستابيليتي بتاع الدينشر بتاعك. فاحنا النهارده هنتعرض لجزئيه السبورت. احنا ما يهمناش الكلام الاكاديمي قوي، انا عارف ان معظم زمايلنا كلهم دكاتره، احنا عايزين نشوف الشغل اللي يفيدنا في شغل العيادات. برضو هيبقى فيه بعض العبارات التعريفيه عشان خاطر لو معانا بعض الطلبه او بعض زمايلنا في الدراسات العليا، تمام. فهو resistance of complete denture للtissue wall movement، تمام، او tissue way movement، تمام. دي بتبقى هي ببساطه شديده جدا هو ده السبورت. طيب وقلنا ان فلسفته انه مهم جدا عندنا في اللونجيفيتي اوف دينشر. طيب لما نيجي نتكلم عن ريتنشن مثلا على سبيل المثال، جم قالوا العلماء ان ده بيدي حاجه للمريض اسمها سايكولوجيكال كومفورت. يعني انت لما تعمل النهارده طقم ريتنتيف، يعني ماسك في بق العيان، العيان بيبقى مستريح فيه نفسيا، ان هو بدا بيديله حاجه زي راحه نفسيه، ان هو يقدر ان هو يتكلم بيه، يقدر ان هو ياكل بيه، يقدر انه يتحرك بيه في اي مكان من غير ما يقع منه ويعمل له حرج او يعمل له اي مشاكل من اي نوع. فده بيدي للمريض حاجه اسمها سايكولوجيكال كومفورت. طيب بالنسبه للاستابيليتي، لقوا ان الاستابيليتي دي فلسفه تانية، حاجه اسمها فيسيولوجيكال كومفورت اللي هي راحه الوظيفيه، اللي هي مدى ثبات الطقم بقى اثناء الاستخدام، اثناء الوظيفه، اثناء الريزيستنس بقى بتاعت اللاترال فورسز، سواء كانت anterior posterior forces او lateral forces اللي هي horizontal forces اللي بتند انها توقع الطقم من مكانه. وهنتكلم عن ده في محاضره بالتفصيل كاستابيليتي، وهنتكلم عن الريتنشن في محاضره بالتفصيل برضو، ايه الحاجات اللي احنا نقدر نعملها تو اوجمنت ذا دينشر ريتنشن، ايه الحاجات اللي احنا هنقدر نعملها تو اوجمنت الدينشر استابيليتي. مهم قوي عندنا عشان نبقى فاهمين سبورت يا جماعه، ان احنا نبقى فاهمين اناتومي، ان احنا نبقى عارفين ايه هو الاناتومي بتاع الكومبليتلي دينشلس بيشنت. فكان في محاضره زمان كنا بناخدها، يمكن اول المحاضرات اللي بناخدها على الاطلاق في البروسيسز، اللي هي الاناتومي اند فيسيولوجي اوف كومبليت دينشر بيرنج اريا. ودي كنا بناخد فيها الاناتوميكال لاند ماركس، الاكسترا اورال اناتوميكال لاند ماركس، والانترا اورال اناتوميكال لاند ماركس. يهمنا قوي في السبورت الانترا اورال اناتوميكال لاند ماركس، لان دي ليها دور كبير جدا النهارده في عمليه السبورت. وكنا بناخد بعض المصطلحات زي البرايمري ستريس بيرنج اريا والسكندري ستريس بيرنج اريا والنون ستريس بيرنج اريا. كل الحاجات دي مهمه جدا في فلسفه السبورت، لان من خلالها بقدر افهم ان في اماكن في الفم انا بستخدمها للتحميل بشكل رئيسي، سبورت احنا بنقول عليه التحميل بالعربي، تمام، تحميل الطقم على الانسجه، تمام. تحميل الطقم على الانسجه لازم تبقى فاهم ان دي في عندك كونسبت جميل جدا وهو يمكن هندسي شويه، اللي هو البايوميكانيكال كونسبتس بتاعتنا اللي احنا شغالين بيها. المفروض ان انا عندي مادام في اوكلوجن في بق المريض، الاوكلوجن ده معناه ان هو بيعمل لي اوكلوزال فورسز هتنزل على الريدج، الديتشرس ريدج بتاعي. لازم الفورس دي يا جماعه لازم نبقى احنا كاطباء محللينها بشكل كويس جدا، محللين الفورس ماجنتيود اللي نازله قد ايه، ومحللين الفورس دايركشن بتاعها، عارفين هي رايحه فين بالظبط، تمام. الفورس ديستريبيوشن باترن هتتوزع ازاي،
عندنا عايزين نعرف الفريكوانسي بتاعت الفورس دي. الفورس دي هل هي بتنزل بشكل متقطع ولا بشكل دائم؟ وده هنتكلم برضه في حته البايوميكانكس دي كمحاضره منفصله. انا كل ده بس بفتح لكم قد ايه ان فلسفه الشغل عندنا لو انت فهمتها بتفرق معاك كتير قوي في الاجزاء اللي هي المباشره، اللي هي اللي هتفيدك في الشغل بتاعك في التركيبات المتحركه، ان انت لازم تبقى فاهم الفلسفه بتاعتها، لان هو التخصص تقيل ما هو سهل. انا معاكم ان هو بعض الناس بتبقى شايفاه رخم، حتى الجروب بتاعنا اللي احنا عاملينه بعض الناس وهي داخله كاتب سؤال انا ار يو انترستد ان ريموفر سيمانتكس، بعض الناس كاتبه نو. بس انا مبسوط برضو ان هم داخلين الجروب وداخلين يسمعوا المحاضرات، نتيجه ان انا ده الهدف اصلا. ما انا مش شرط ان انا اخد الناس المهتمه بس بالتركيبات المتحركه والناس اللي مش مهتمه بيها خلاص، لا بالعكس، ده انا الهدف الرئيسي بتاعي زمايلي اللي هم اللي مش حابين، او الطلبه اللي هم اللي مش حابين التركيبات المتحركه، وهم دول رسالتنا في الاساس، ان احنا نخليهم يحبوا التخصص ويحبوا المجال، فهمهم يعني ايه فلسفه التركيبات المتحركه وازاي ان هم يقدروا ان هم يتعاملوا معاها بسهوله. القصه اللي احنا هنتكلم فيها النهارده هي قصه الترانسفير اوف لود من الاوكلوزال فورس، الماسلز اوف ماستيكيشنز دي بتبقى سبب في انها بتنزل لي هيفي ماستيكاتري فورسز. الهيفي ماستيكاتري فورسز دي بتبدا انها تبقى دايركتد على الايدنشال ستريتش. طيب هل هي بتبقى دايركتد على الايدنشال ستريتش بس؟ لا، ده ما بتبقاش دايركتد على ريدج بس، ده بتبقى دايركتد على الدنشر بيرنج اريا ذات كلها. طب هل كل الدنشر بيرنج اريا دي ليها نفس الظروف؟ لا. بداوا علمائنا واساتذتنا بداوا ان هم يقسموا هذه الاماكن او هذه المناطق في الدنشر بيرنج اريا لمناطق تحميل رئيسيه، مناطق تحميل سنويه، ومناطق غير قابله للتحميل، يعني بنعمل لها ريليف او بنتلاشى تماما ان احنا نضغط عليها. وده اللي احنا كنا بدانا نزكيه في بعض الامبريشن تكنيكس، ان احنا بنعمل سيلكتيف بريشر امبريشن تكنيك، ان احنا بنضغط على اماكن معينه. دكتوره لبنى، كان يو ريكومند ا بوك ان كومبليت دنشر از ماستر ستودنتس؟ حاضر يا دكتور، حاضر حاضر، هنقول لكم حاضر على الكتب والمراجع والحاجات دي، حاضر عينيا حاضر، هرد على سؤالك بكومنت بعد ما اخلص المحاضره، حاضر، هرشح لك بعض الكتب جميله قوي لاساتذتنا الكبار قوي اللي اتكلموا في الامور دي. تمام. طيب مبدئيا مصدر المحاضره بتاعتنا ريفيو ارتكل جميل قوي للسبورت اوف كومبليت دنشر، اتعمل سنه 83، وده كان من اكبر المراجع او من اكبر الريفرنسز اللي بيرجع لها، كان بيرجع لها الباحثين وبيرجع لها طلبه الدراسات العليا في مذاكرتهم للسبورت، لان فعلا ده من اكبر الريفيو ارتكلز اللي كان شرح بشكل مستفيض ووافي الفلوسفي او فلسفه التركيبات المتحركه في قصه السبورت والريتنشن والاستابيليتي. الجزء اللي احنا عايزين نتكلم فيه بعد كده ان احنا عندنا فيه تو تايبس اوف سبورت من حيث الفلوسفي بتاعتها. في عندنا اول نوع اللي هو الانيشال دينشر سبورت، وفي عندنا نوع تاني اللي هو اللونج تيرم سبورت. يمكن في بعض مننا من زمايلنا اول مره يسمع عن المصطلحين دول، هو كان ياخد فكره عن السبورت ده حاجه واحده مفيش فيه كذا نوع، لكن لا، احنا عندنا في انيشال سبورت ده باخده او ببقى محافظ عليه بعد ما بسلم الطقم مباشره، وفي امبريشن، وفي حاجه اسمها لونجيفيتي اوف سبورت او لونج تيرم سبورت. تمام. اللونج تيرم سبورت ده ان انا اخلي الطقم بتاعي سبورت بنفس الدرجه على المدى الطويل. يبقى انا في حاجات معينه مسؤوله عن انها تخلي الطقم بتاعي بعد الانسرشن على طول يبقى في سبورت، وفي فاريبلز ثانيه بتتحكم في ان يبقى عندي الدنشر بتاعي ده على مدار السنين اللي قدام بيحافظ على السبورت بتاعه. تمام. طيب لما نيجي نتكلم على الانيشال دنشر سبورت، ده بيبقى اساسي اللي مسؤول عنه الامبريشن تكنيك اللي حضرتك مستخدمها في الشغل بتاعك، انك تبقى واخد اوبتيمال اكستنشن كويس وزنزا فيسيولوجيكال تيشو ليميتس، وانك انت تبقى عامل فانكشنال لودنج اوف ذا سبورتنج تيشو، تبقى عامله بشكل كويس باي سابقه تكنيك انت عايز تستخدمه. ده بيبقى مسؤول عنه الانيشال دنشر سبورت، بيبقى مسؤول عنه الامبريشن تكنيك بتاعك. طيب اللونج تيرم سبورت بقى قصته تانية، قصه بقى خاصه بعمليه اللودنج وعمليه التحميل، بان احنا بنبدا ان احنا بنوجه ضغط اكتر
اثناء الامبريشن ميكنج عندنا، سواء كان في البراند، خصوصا في السكندري امبريشن تكنيك بتاعنا، ان احنا بنبدا ان احنا نوجه لود اكتر على التيشوز اللي هي اللي بتستحمل الريموديلنج او بتستحمل الريزوربتيف تشينجز. يعني ايه؟ يعني بشوف الاماكن اللي هي اللي مهما ضغطت عليها العظمه ما بيدوبش، ودي اللي احنا بنسميها البرايمري ستريس بيرنج اريا. وده مهم جدا جدا بقى، ودي اللي احنا بنبدا ان احنا نبقى عاملين حسابنا ان احنا هنضغط على الاماكن دي اثناء الامبريشن كونستراكشن بتاعنا اكتر من الاماكن التانية. ليه؟ لان الاماكن دي هتقدر تشيل without any change. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي علاقة الطقم بالانسجة طالما ظلت ثابتة يبقى خلاص، يبقى انا كده بقى عندي سبورت. طب هقدر اعتمد على ايه؟ هقدر اعتمد على الانسجة اللي انا اقدر ان انا مهما انضغطت عليها بالطقم هتفضل انها تتحمل الريزوربشن وتتحمل التغيرات بتاعتها في الحاجات اللي زي كده. طبعا انا القصه دي مش موجوده عندي في الاوفر دينشر، على اساس ان انا بيبقى عندي اباطمنت تيز بتبقى واخد منها القصه دي، وبتمنع البور ريزوربشن حواليها، وبتمنع التيشو وورد موفمنت بتاعت الطقم برضه لو انا عندي الدينشر بتاعي امبلانت سبورتد، فبتبقى حاجه كويسه جدا جدا. لكن احنا النهارده بنتكلم على الكونفنشنال كومبليت دينشر وهاو تو اتشيف السبورت، لان القصه دي بتبقى اصعب من الاوفر دينشر شويه. طيب يبقى احنا قلنا ان في حاجات مهمه جدا 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 عندنا عشان تو اتشيف السبورت يا جماعه، هي ان احنا نبقى عندنا ماكسيمال اكستنشن وزين ذا فيسيولوجيكال تيشو ليميتس، يبقى عندنا التيشوز تقدر انها تستحمل اللي احنا هنحمل عليها، تقدر انها تستحمل ريزوربشن، وان التيشوز اللي احنا هنحمل عليها الفورسز تبقى نازله عليها بشكل فيرتيكال، ما تبقاش نازله عليها بشكل هوريزونتال عشان انها تقدر انها تستحمل الكلام ده. هتلاقوا ان الكلام ده كله اللي موجود في المراجع كله الهدف والمقصود بيه انه بيقول لك من الاخر وبكل بساطه حمل على اكتر على البرايمري ستريس بيرنج اريا، ابدا ان انت اعتمد عليها اكتر. ممكن لو الريدج عندك كويس وخواصه كويسه ممكن تبدا ان انت كمان تستخدم السكندري ستريس بيرنج اريا كارياز اوف سبورت. بيقول لك من الاخر ما تحملش على الاماكن السنسيتيف، ما تحملش على الاماكن اللي تكون شارب او يكون العظم فيها شارب او فيها بوني بروتروبيرنس او فيها بوني اكزيستوزز او اي حاجه هتعمل لك مشكله في السبورت. تمام، ده كل اللي معظم المراجع اتكلمت في السبورت، اتكلمت عن الحاجات دي. ولازم يكون التكنيك اللي انا بستخدمه يكون معوض لي الديفرنت ديجريز اوف تيشو كومبريسيبيليتي، يعني درجات الكومبريسيبيليتي المختلفه بتاعت الميكوزا لازم اترجمها في المقاس بتاعي، اضغط على كل واحده بطريقه ما بحيث ان في الاخر يبقى عندي مستوى معين من الضغط يحافظ لي على علاقه الطقم بالديتشر بيرنج اريا على المدى الطويل. كان في زمان مبدا كانوا بيسموه اللي هو السنو شو برنسبل اللي انتوا عارفينه، اللي هو الحذاء بتاع الجليد. لو انتوا تشوفوا الحذاء بتاع الجليد او خف الجمل زي ما انتوا عارفين، هتلاقوا ان ربنا سبحانه وتعالى متع الجمل في الصحراء بصفه جميله جدا، عشان انتوا عارفين الرمل بيغرس، فتلاقوا ان الحصان ذات نفسه برغم ان هو بيجري في الصحراء كويس لكن تلاقيه انه بيتعب اكتر من الجمل، فعشان كده الجمل بيقدر ان هو يقطع مساحات في الصحراء اكتر من الحصان بكتير. وده نتيجة ان الخف بتاع الجمل او الرجل الجمل من تحت بنسميه الخف، ربنا خلقها مسطحة بشكل كبير بحيث ان وزن الجمل، مع ان وزن الجمل بيبقى اكبر من وزن الحصان بكتير، لكن ان الوزن بتاعه ده متوزع على سيرفس اريا اكتر، فعشان كده رجله ما بتغرسش في الرمل بشكل اكبر. القصة التانية كمان اللي برضو تخلي ان القصة دي اللي كانت بتخلي برضو ان الحصان يقدر يمشي في الرملة اكتر من برضو ما رجله ما تغرسش مع النار فيع، هي قصة الديوريشن اوف فورس. قصة ان الحصان لو مشي في الرمل بالراحة دايما تلاقي ان الحصان يفضل انه يجري في الرملة ما يمشيش فيها بالراحة، وده عشان الديوريشن اوف فورس بيخلي رجل الحصان تغرس في الرملة اكتر. فاحنا هنا عندنا مساله الفريكونسي والديوريشن فورس مهمه جدا، عندنا السيرفس اريا اللي انا بحط عليها اللود بتاعي دي برضو قصه مهمه جدا جدا، وانا شرحت لكم امثله من الطبيعه، يمكن بما ان احنا معظم زمايلنا العرب والمصريين عارفين يعني ايه الطبيعه الصحراويه وعارفين يعني ايه الامثله اللي انا فرضتها عليه.
فمهم جدا عندنا ان انا اوزع اللود على اكبر مساحه ممكنه. لما بوزع اللود لو انا عندي 100 كيلو او 100 نيوتن نازلين على الدنشر بيرنج اريا، كل ما هزود الدنشر بيرنج اريا كل ما هيبقى اللود بير يونت اريا هيتوزع بشكل افضل. مهم قوي عندي اعرف بقى النيتشر اوف سبورتنج تيشوز، عايز اعرف طبيعه التيشوز اللي عندي موجوده ايه. اول حاجه بالنسبه عندي في نوعين طبعا من التيشوز زي ما انتم عارفين، في السوفت تيشو اللي هو اللي بيبقى ممثل في الميكوزا، و في اللي هو الهارد تيشو اللي هو بيبقى غالبا ممثل في العظم. مسألة السوفت تيشو زي ما ناس كتير بتبقى فاكراها خاصة بالميوكوزا بس، لا السوفت تيشو ما هوش ميوكوزا بس. السوفت تيشو بنتكلم عندنا حاجتين مهمين جدا عشان نقول ان ده ايديال سوفت تيشو فور سبورت في المنطقة دي، هي بنتكلم هنا عن الميوكوزا وبنتكلم عن كمان الصاب ميوكوزا، مهمة جدا عندنا. طيب ببساطة شديدة جدا الايديال ميوكوزا احنا عارفينها اللي هي كريتينايزد كريتينايزد فيرملي باوندد ميوكوزا للاندرلاينج ميوكوبريوستيوم، تبقى فيرملي باوندد ليه تمام، بحيث ان دي هتقاوم الابريجن وهتقاوم الديسكوميشن وهتقاوم الحاجات اللي هي السلافنج اللي الطقم ممكن هيعمله اثناء الدنشر موفمنت. فدي كلها حاجات مهمه جدا 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 في السوفت تيشو في قصه الميوكوزا، انها تبقى كريتينايزد وتبقى فيرملي باوندد تو ذا اندرلاينج ميوكوبريوستيوم تمام. طيب مهم جدا ان يبقى تحتيها اللي هي القصه اللي هي الساب ميوكوزا بقى، يبقى تحتيها ريزيلينت لاير من الساب ميوكوس لاير او الساب ميوكوس كونكتيف تيشو تمام. طيب دي فايدتها ايه سواء كانت جراندولار او كانت فاتي كونكتيف تيشو تمام، فايدتها ايه؟ فايدتها ان اللاير اللي متبطنه دي تبقى زي طبقه كده عامله زي السوفت لاينر كده اللي احنا بنحطها تحت الطقم تمام، دي بتبقى موجوده ما بين الميوكوزا وما بين البون واكتس از كاشن، بتبقى بتديني زي سوسه ما بين الميوكوزا وما بين العظم، بحيث ان الفورسز اللي نازله على الميوكوزا تبدا انها تتوزع بشكل كويس على العظم وبدون ما تعمل اريتيشن للميوكوزا او تعمل ريزوربشن للعظم. فلما بيبقى عندي في بنسميها اديكوت لاير اوف سب ميوكوزا. ليه اديكوت لاير؟ لان لو الطبقه دي زادت بتبقى حاجه مش كويسه، لانها بتعمل لي ريباوندنج افكت زي في حته الريترو مولار باد مثلا على سبيل المثال، الطبقه دي ممكن بتوصل ل4 وال5 مللي او ل6 مللي، فهنا الطبقه هنا زادت عن اللزوم، فالطبقه هنا لما بتزيد قوي بتاعت السب ميوكس كونكتيف تيشو بتبدا انها تديني ريباوندنج افكت وبتديني امبروبر سبورت للكومبليتلي دنشرس بيشنت. برضو لو الطبقه دي رفعت قوي يعني مش موجوده قوي، حتى لو العظم بتاعي كومباكت بون وعندي الميوكوزا بتاعتي هيفري كريتينايزد زي مثلا في حاله على سبيل المثال زي ما انتم عارفين الميديان بلاتاين رياف، الميديان بلاتاين رياف مشكلته ان هو ما فيش فيه اللي هي السب ميوكس لاير اللي هي اللي موجوده بتوين الميوكوزا وبتوين الكومباكت بون. فمهم جدا جدا يبقى احنا عارفين فلسفه الشغل ده عشان لما نيجي نحمل على الكلام ده او الاماكن اللي هي اللي محتاجه ريليف، ابقى انا ببقى عارف انا هنا بعمل ريليف ليه وانا هنا بحمل هنا اكتر ليه من التحميل في الحته التانيه، وازاي هندرجم ده بعد كده واحنا بنعمل سبيشال تري، بنعمل ريليف فين، بنعمل بيرفوريشن فين، بنزود السبيسر فين عشان نتحكم في القصه ديت على البرايمري كاست، بحيث ان احنا نترجم ده في الامبريشن بتاعنا باستخدام الامبريشن ماتيريال برضو لسبورت محترم ومظبوط تمام. طيب يبقى احنا هنا عندنا في قاعده هنقولها دايما، ان مادام ما عنديش سب يوكس لاير اندر الميكوزا حتى لو في تحت كومباكت بون ما بعتبرش دي لا برايمري ولا سكندري ستريس بيرنج اريا، بعتبرها نون ستريس بيرنج اريا، ده نتيجه ان انا ما عنديش سب ميكوزا موجوده. طيب برضو لو انا عندي كريتينايزد ميكوزا وموجوده على شارب بون او موجوده على او لوز الفيلر ميوكوزا موجودة على كومباكت بون برضه ما بتعتبرش برايمر ستريس بيرنج اريا، نتيجه ان اللوز الفيلر ميوكوزا ما بتدينيش الكاشن افكت بتاع السب ميوكس جلانديولر او فاتي كونكتيف تيشو، ولازم زي ما احنا قلنا يبقى الكريتينايزد ميوكوزا تبقى هيفلي اتاتشد بالاندرلاينج بون، دي حاجه مهمه جدا. طيب يبقى احنا كده اتكلمنا عن الايديال سوفت تيشو، هنتكلم دلوقتي عن الايديال هارد تيشو.
دايما لما بيجي نتكلم عن الاون بنتكلم دايما، بنبدا ان احنا نتكلم عن بنلاقي نفسنا مجبرين ان احنا نتكلم على قصه البون فاكتور. في حاجه اسمها بون فاكتور اوف ذا بيشنت. لما بيجي لك المريض يعمل امبلانت او يعمل كومبليت دنشر، في حاجتين مهمين جدا جدا جدا. انت الاول حاجه بتبدا تفكر فيها اللي هي الانترنسيك فاكتورز، اللي هي الحاجات اللي هي نيوتريشنال فاكتورز بتاعت البيشنت. لو عنده مشكله او لو عنده باثولوجي هيأثر، او لو عنده حاجات بايوكيميكال او في راديشنز او في اي حاجات المريض ده كفاكتور مستقل بالمريض مأثره على القصص دي. طبعا الايدج بتاع المريض مهم، السكس بتاع المريض بيفرق. الفيميلز دايما معرضين لفقدان العظم اكتر من الميلز. الايدج طبعا الايدجنج افكت مش في صالح العظم خالص، كل ما المريض كبر في السن كل ما العظم بتاعه بدا يدوب. فدي كلها حاجات، اللايف ستايل بتاع المريض، نوعيه الاكل اللي بياكلها، الحاجات دي كلها بتاثر في الانترنسكس فاكتور بتاعت المريض في البون ريزوربشن، بالنسبه للبون ريزوربشن فاكتورز بتاعت المريض. طيب بالنسبه للاكسترنسك فاكتورز بقى، دي بتبقى غالبا من البروسيس اللي انت هتعملها يعني، او لو المريض ما بياكلش، بياكل على العظم مباشره من غير الطقم مثلا، فده هيعمل ريزوربشن بشكل كبير جدا جدا جدا. ففي بعض المدارس بتقول لك تعمل للمريض طقم يكون متوسط المستوى احسن من انك تسيبه من غير طقم. فمهم جدا جدا حته ان انت النهارده تعمل ايرلي ميكنج للكومبليت دنشر ريستوريشن فور ذا بيشنت، حتى لو الدكتور اللي بيعملها ما هوش كفاءته كويسه، يعني بينقذ العظم بشكل اكبر من انه هو ياكل من غير الطقم تمام. وكمان بيريح كمان المفاصل، وبيريح التيمبو مانديبولر جوينت، وبيريح الماسلز اوف ماستيكيشنز والليجامنتس والمنظومه كلها بتاعت الاوكلوجن بتستريح الى حد ما احسن من انه هو ياكل من غير الطقم. مهم قوي واحنا بنتكلم عن الاكسترنسك فاكتورز ان احنا بنتكلم على البريشر تنشن ثيوري، ودي مهمه جدا جدا. لازم نفهم اللي هي الاورثوبيديك ثيوري اللي احنا بنستخدمها في حته التقويم، ان انا دلوقتي لما بضغط على العظم او بعمل عليه كومبريشن بيحصل ريزوربشن، ولما بعمل تنشن للعظم بيحصل له ابوزيشن، او بيحصل ان الاوستيو بلاستيك اكتيفيتي بتزيد وبترسب لي عظم زياده، وده اللي بيحصل في عمليه التقويم. عشان كده بنلاقي لما بيجي نشد الاسنان بنلاقي السنان بتتحرك من المكان للمكان الصح اللي احنا عايزينه فيه. احنا هنا عندنا في الكومبليت دنشر في مشكله كبيره يا جماعه، ان بعد ما كانت السنان موجوده، السنان دي ربنا سبحانه وتعالى خلق فيها ميكانيزم جميل جدا، ان البريدونتال ليجامنت طول ما هي موجوده وهي فايتال، فهي اثناء الاوكلوزال الماستوكاتوري فورسز بتبدا السنان تتحرك في السوكتس بتاعتها كانها عجله كده، وعجله عربيه وبتتحرك على السوست بتاعتها. اثناء الحركه دي ما دام الاوكلوزال فورسز اللي نازله دي توليرابل وما فيهاش مشاكل، بتبدا التنشن بتاع البيرودونتال ليجامنتس ده يخلي اللامينا ديورا اللي حوالين السوكت بتاع السنه دايما في حاله شد. فعشان كده بنلاقي ان اللامينا ديورا في الاشعه بنلاقيها انها راديو اوبيك، وبنلاقي انها كالسيفايد شويه عن الالفيلر بون جنبها. بيبقى نتيجه التنشن ده برضو الكريستال بون حوالين السنه بيبقى افضل. بنلاقي ان العظم بيتحافظ عليه نتيجه التنشن، ان السنان دايما بتخلي وجودها في الفك بيخلي العظم دايما اندر تنشن، فما بيحصلش ريزوربشن. وده بنلاقيه اكتر في مرضى الاوفر دينشر. يعني انت النهارده لما بيجي لك مريض وعنده سنتين ثلاثه موجودين في بقه، احنا احيانا بنقول لزمايلنا اعمل لها اندو وحط فيها امالجام بلاك كده بسيطه وسيبها تحت الطب. ليه؟ لان هي وجودها هيعمل استابيليتي للبون ماس على الاقل بتاع العيان، يعني ما كانتش هتفيدك في السبورت، فهي هتعمل على الاقل وجودها وانها تبقى وزين فانكشن وتبقى لمسه في بطن الطقم، ده هيخليها دايما البريدونتال ليجامنتس بتاعتها اندر تنشن، فهتخلي البون هيحصل بون ستابيليتي بشكل كبير جدا للمناطق اللي فيها الجذور ديت. وده مهم جدا بيبقى في حالات السنجل دنشر والحالات اللي بيبقى فيها الاسنان التحتانيه بتقابل كومبليتلي دنشرس ارش فوق. فمهم جدا ان انا احافظ على كناينز مثلا، اثنين كناينز او سنترال واثنين كناين، ده عشان نحافظ على العظم فوق ونمنع ان يتكون فلابي تيشو بون ريزوربشن نتيجه الهاي ماجنتيود بتاعه الريمينينج تيس المقابله.
فالنصيحه اللي انا بوجهها لكم النهارده، وده هنتكلم عنه في السبيشال موديول في الاوفر دينشر بشكل مفصل، ان انت ما تخليش البيشنت بتاعك كومبليتلي دينشرس. لو انت تقدر ان انت تخليه تقدر ان انت تحافظ على ريميننج روتس دي، تعمل لها اند وتحط لها امالجام بلاجز من غير اتاتشمنت، يعني لو المريض ما يقدرش ان هو تو افورد. انا احيانا بعملها للمريض، انا شخصي للمريض بتاعي بعملها له على حسابي، انا بعمل له السنان، هو بيبقى دافع في الطقم مبلغ حلو، فبقول ايه المشكله ان انا اعمل له اندو سنتين واعملهم له انا على حسابي، مش مشكله، واسيبهم له تحت الطقم مش مشكله، تمام. فبعمل له سنتين اندو سنجل فيزت وبحط له فيهم امالجام بلاج واسيبهم تحت الطقم، لان انا عارف الفاليو اللي انا هعملها من القصه دي، او انها هتطلع معايا من القصه دي. طبعا العيوب ان انا بقى الفلانج والكلام ده وهعملها ازاي، وفي بوني اندر كات وريتيشن حوالين الاباطمنت دي ريمينج، ده كله ده بعد ظهور الفليكسبل دنتشر بيز ماتيريال، ما عادش عيب، ده بالعكس بقى ميزه جميله جدا، وهنعمل ريتيننج للبون بتاع البيشنت، وكمان هنحافظ على البريبي ريسبتيف سنس بتاعه، فهنظبط البايت فورس وهنظبط الشيفنج افشنسي، حاجات كتيره جدا جدا تقدر تحافظ عليها للمريض بتاعك نتيجة ان انت عملت له ريتيننج للريميننج روتس دي، تمام. فاحنا طبعا عندنا بعد ما السنان اتخلعت البون خلاص مهما كان ويل فورمد وديفايند وكويس، لكن دلوقتي بقى يتعرض لكمبريشن اونلي نوت تنشن، فمادام المعادله اتقلبت بالمنظر ده، انا عندي كفه طبت قوي عن الكفه الثانيه، كفه الكمبريشن هي اللي طبت دلوقتي، فبقى دلوقتي العظم بيتعرض لكمبريشن اونلي، فعشان كده بيبدا يحصل ريزوربشن. الباترن بتاع الريزوربشن مهم قوي نعرفه، في الماكسيلا بيبقى فروم اوتورد وفي الماندبل بيبقى فروم انورد، فنلاقي دايما ان الماكسيلا حجمها بيصغر بالنسبه لحجم الايه؟ الماندبل، فنلاقي ان المريض يبقى ابيرنتلي ان هو كلاس 3 بس هو مش كلاس 3، ده نتيجه ان الماندبل عشان حصل له ريزوربشن فروم انسايد، فبدا ان هو يبان ان هو حجمه اكبر شويه من حجم الماكسيلا، ونتيجه ان طبعا البلاتاين بليتس وبون اللي موجودين في الهارد بلد فوق ده كومباكت بون، فما بيحصلهاش ريزوربشن. هنا عندنا الباكال بليت اوف بون برده، تو باكال بلاتو اللي موجودين هنا بتوع الماندبل عشان برده برايمري ستريس بيرنج اريا، فما بيحصلهمش ريزوربشن، فبرده المنطقه دي ما بيحصلهاش ريزوربشن فروم اوتورد، فده بيغير لي كمان المكان اللي هو بتاع وجود المكان الاكزاكت بوزيشن اللي كان موجود فيه السنان بتاع المريض، وبنقدر ان احنا لازم بنعمل موديفيكيشن معينه للريلاتيف بوزيشن بقى بعد كده اللي احنا هنحط فيه السنان دهيت. ده استعراض سريع جدا للايديال بون. طيب انا عندي دلوقتي انا لازم افهم يعني ايه ايديال ريدج فورم، اللي انا لما اشوفها اقول ان ده تمام، ان الاقي ان عندي اللي هو اللي بنفضله اللي هو اليو شيب او السكوير شيب ريدج، وده لان بيبقى له فلات فلور وبيبقى له هاي بارلل وولز، تمام، لاترال وولز بيبقوا بارلل لبعضيهم. الشكل الجميل ده بيديني سبورت محترم جدا، بيديني ريتنشن كويس نتيجه ان بيبقى فيه طول كويس للفلانجز، فبقدر اجيب ريفرنسين مظبوط، بيديني ستابيليتي حلو نتيجه وجود الاوبوزنج بارلل وولز بتوع الريدج بتاعي، دول بيريزست اللاترال موفمنت او الهوريزونتال موفمنت اللي موجوده عندنا سواء كانت لاترال او انتيريور بوستيريور فورسز، فمهم قوي الحته دي ان احنا نبقى حاطينها في الحسبان واحنا بنشتغل. طيب عايزين نشوف بقى الاناتوميكال كونسيدريشنز ايه بتاعت كل قرش على حده ونتعامل معاها ازاي، وايه اللي احنا بنحمل عليه وايه اللي احنا ما بنحملش عليه، تمام. نبدا الاول نمسك اللي هو الماندبل، الماندبل كومبليتلي ادنشرس ارش، الماندبلر ارش تمام بتاعنا. هنتكلم اول حاجه عن البرايمري ستريس بيرنج ارياز اللي موجوده، هنتكلم اول حاجه عن الباكال شيلف وبون او الباكال بليت اوف بون. ده طبعا زي ما انتم عارفين ده بيبقى فيه بيبقى اتاتشد للباكسينيتور ماسل، وبرغم ان ودي حاجه دايما بنقولها للطلبه بتوعنا، بنقول لهم برغم من ان بنقول لهم تخيلوا ان الكومبليت دينشر تحت بيبقى ريستد على بارت من الماسل فعلا، يعني انا النهارده لما بحط الدينشر بتاعي في الباكال بليت اوف بون ببقى تقريبا مغطي الهوريزونتال فايبرز بتاعه الباكسينيتور ماسل الطقم مغطيه، بس من رحمه ربنا بينا يعني كبروسودونتست ان ربنا سبحانه وتعالى خلق الماسلز دي بتكونتراكت او الفايبرز بتاعتها بتتحرك ان ليفل بارلل للايه للباكال بليت اوف بون، فالحركه بتاعتها ما بتاثرش اطلاقا لا على السبورت ولا على الريتنشن بتاع الدنشر ولا على الاستابيليتي بتاعته، فعشان كده بنقدر ان احنا نحط الطقم بتاعنا عادي جدا على المصل دي. طبعا المصل اتاتشمنت دي
دايما بتخلي البون اندر تنشن، وده اللي بيخلي الباكل بليت اوف بون دايما عندنا بتقاوم الريزوربتيف تشينجز وريمودلنج دايما بتاعت البون بتقاومهم، فدي بتعتبر عندنا برايمري ستريس بيرنج اريا. برضو من الحاجات اللي خليتها برايمري ستريس بيرنج اريا انها بريبانديكولار على الاوكلوزال فورسز اللي نازله، فلما تبقى الاوكلوزال فورسز نازله بريبانديكولار بشكل عمودي عليها ده بيخليها تقاوم برضو اكتر او تويز ستاند اكتر اللودز دي، لان احنا عندنا الفيرتيكال لودز بتبقى توزيعها بيبقى حميد اكتر عن الهوريزونتال لودز، لان الهوريزونتال لودز بتبقى مضره جدا للانسجه عن الفيرتيكال لودز، وده هناخده في البايوميكانكس هنتكلم عنه بالتفصيل بعد كده. طبعا الميوكوزا بتاعتنا هيفيلي كريتينايزد وهيفيلي كريتينايزد وهيفيلي اتاتشد للاندرلاينج ميوكوبريوستيم اللي موجود عندنا، وفي طبقه بسيطه من السب ميوكس كونكتيف تيشو، فعندنا هنا ده ايديال اريا فور كبرايمري ستريس بيرنج اريا هي الباكل بليت اوف بون، فدي نيفر ان انت تعمل عليها ريليف، دي نيفر ان انت تحط عليها دنشر ماتيريال بيز ماتيريال تكون فلكسبل، دي نيفر ان انت تعمل في برفوريشن او ان انت تلعب في بطن السبيشال تراي او انك تحط عليها سبيسر، لا دي احنا عايزين عليها بريشر، عايز عليها بريشر عشان هستخدمها كبرايمري ستريس بيرنج اريا في التحميل، لان دي لما هحمل عليها كويس هيبقى عندي لونج تيرم سبورت عندي للمريض على المدى البعيد. فمهم جدا عندي الباكال شيلف اوف بون ان انا دايما وانا باخد الامبريشن بتاعي دايما ان انا ريجستر ات في الايه في مانر معين اكون محافظ بيه على مستوى التحميل دوت. نيجي لحاجه مهمه جدا يمكن بعض زمايلنا بيغفلوا عنها، حاجه اسمها البير شيبد بات. يجي حد من زمايلنا ويقول لي ايه ده دكتور محمود هي البير شيبد بات دي مش هي ريتو مولر بات؟ لا دي حاجه ودي حاجه، يعني البير شيبد بات غير ريتو مولر بات. طب ايه هي البير شيبد بات دي؟ البير شيبد بات دي لما العيان بتاعك جيت خلعت له انت ضرس العقل زمان تمام، في كان وراه في حته لحميه كده سايبه اسمها ريتو مولر بابيلا، مع السكارنج باترن بقى او السكار كونكتيف تيشو بتاع الخلع بتاع ضرس العقل بدا يكون لي هنا في الحته دي حاجه زي نوع معين من السكار تيشو. السكار تيشو ده هو اللي بيكون لي حاجه كده ورا الريترو مولر باد على طول، يعني وراها بيبقى مكانها وراها على طول مباشره اسمها البير شيبد باد. طيب البير شيبد باد دي هل فيها ماسل اتاتشمنت؟ ايوه فيها ماسل اتاتشمنتس وفيها ليجامنتس اتاتشمنتس، فعشان كده دايما البون فيها اندر تنشن على طول مباشره. فبعض السكولز بتعتبر ان البير شيبد باد دي برايمري ستريس بيرنج اريا. طيب في كتير من زمايلنا وما درسوش او ما عرفوش القصه دي ان هنا ورا هنا عندي انا في برايمري ستريس بيرنج اريا. ايوه ده بعض السكولز كمان قالت ان احنا ممكن نعمل بيدنج للحته دي، يعني ممكن نحفر حته كده في الحته دي عشان نزود الضغط عليها عشان نضمن ان السيل ما يهربش في الحته دي، لان كتير قوي من ودي من بعض المشاكل ان ورا الريترو مولر باد نتيجه الريزيلينسي بتاعت الريترو مولر باد ورا بيحصل ان السيل بيحصل له بروكن في المنطقه دي ورا، فقالوا ان احنا بنعمل بيدنج على ريترو مولر باد اللي هي بير شيبد باد وراها بحيث ان احنا نقدر ان احنا نستخدمها كبرايمري ستريس بيرنج اريا، لان برضو بيتوفر فيها كل الشروط بتاعتها تمام. وهي تعتبر البوستيريور ليميت بقى بتاعنا، يعني احنا لما دي ده دايما يجي سؤال زمايلنا الطلبه يتسالوه يقول لك ايه هو البوستيريور ليميت بتاع اللور دينشر؟ طبعا الابر دينشر انتوا عارفينه اللي هو البوست دام تمام، او البوستيريور بالاتال سيل اريا دي بتبقى بتاعه الابر. طب بالنسبه لللور البير شيبد باد وليس الريترو مولر باد، يبقى لازم نفرق ما بين التو تيرمز دول اللي هم البير شيبد باد والريترو مولر باد تمام. طيب ايه هي الماسلز اللي اتاتشد بالبير شيبد باد؟ اللي هي الباكسينيتور ماسلز، بعض الفايبرز بتاعت الباكسينيتور، في سوبير كونستريكتور ماسلز والتمبرال ماسلز، شايفين كم ماسل بتتصل بالحته دي؟ فعشان كده احنا بنعتبرها ايديال فور سبورت، لان عندي كل الخواص بتاعت البرايمري ستريس بيرنج اريا، عندي في ماسل اتاتشمنت، عندي في كومباكت بون موجود تحتيها، عندي البوزيشن بتاعها بريبانديكولر على الابلايد لود تمام. طيب يبقى احنا كده خلصنا البرايمري ستريس بيرنج اريا اللي موجوده في المانديبولر تيشو المانديبولر ارش. نيجي بقى عند كده عندنا على حاجه مهمه جدا اللي هي ريزيدوال ريدج اللي هي اوف ذا مانديبول اللي هو المانديبولر ريزيدوال ريدج. المانديبولر ريزيدوال ريدج ده ليه قصه اختلف عليه العلماء في طب اللي هم البروكسيدونتست اختلفوا عليه، قالوا ان ده بقى توصيفه
هل هو برايمري، هل هو سكندري ستريس؟ هو برايمري؟ لا هو مش برايمري، ما ينفعش ايا كان يبقى برايمري ستريس بيرنج اريا المانديبولا ريدج. لكن هم اختلفوا هل هو سكندري ولا نون ستريس بيرنج اريا، يعني هل نعتبره سكندري ولا نعتبره نون ستريس بيرنج اريا. فبعض العلماء قالوا لا، هو احنا ممكن نعتبره سكندري ستريس بيرنج اريا بس في حاله واحده بس. ايه هي الحاله دي؟ ان يبقى عندي جود انترنسك بون فاكتور للمريض، يعني المريض ما عندوش مشكله انترنسك تاثر على العظم بتاعه، تمام؟ يبقى دي اول صفه. تاني حاجه يبقى عنده البون كواليتي اند كوانتيتي اوف الفيولر ريدج تبقى كويسه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني يبقى عندي في كوانتيتي اوف ريدج ايديال ريدج فورم موجود، تمام، ويبقى عندي البون دينستي كمان كويسه، تمام، ويبقى الريدج متغطي بكريتينايزد ميكوزا هيفلي اتاتشد للاندرلاينج بون. يبقى انا هنا في الحاله دي مشكلتي الوحيده ان انا ما عنديش ماسل اتاتشمنتس هتحافظ لي على البون مع المدى ده، فعشان كده ما خليناهاش برايمري ستريس بيرنج اريا. فبعض العلماء قالوا ان انا لما يبقى عندي جود انترنسك بون فاكتور للبيشنت، تمام، وعندي الاكسترنسك فاكتور هيبقى كويس كمان من خلال ان انا عندي في البون بتاعي ككواليتي كوانتيتي الالفيولار ريدج كويسه، الميوكوزا هيفلي اتاتشد بالميوكوبريوستيوم تحت وكريتينايز، يبقى انا هنا في الحاله دي اقدر اعتبر المانديبولار ريدج هو سكندري ستريس بيرنج اريا. طب لو الحاجات دي مش موجوده، لا بعتبره نون ستريس بيرنج اريا. واحيانا في بعض الحالات لو عندي مشاكل زي الفلابي ريدج او السين واري ريدج او الان امبلويد ريدج بعتبره نون ستريس بيرنج اريا وبعمل له ريليف كمان، يعني انا بعمل ريليف للريدج تماما ما بحملش عليه ولا كانه موجود، تمام؟ طيب وده طبعا حاجه لو نقدر نعمل لها كوركشن زي ما احنا عملنا في الماوس بريباريشن، ان انا اقدر اعمل كوركشن للموضوع ده سيرجيكالي بحيث ان انا في عرض اي حته احمل عليها. انا ما يعني انا ما ببقاش فرحان ان انا حليت المشكله بالريليف، لا انا محتاج انا بعمل كونفنشنال كومبليت دنشر ما عنديش اي حاجه امسك فيها، عايز ازود التحميل على قد ما اقدر. فانا هنا مهم عندي ان انا استغل كل سنتوفه عظم وميكوزا احمل عليها الطقم بتاعي في الكومبليت دنشر. فمهم لو عندي فلابي تيشو، عندي سين واير ريدج، عندي ان امبلويد ريدج، الحاجات دي كلها لازم ان انا اتعامل معاها. عندي فايبرس كونكتيف تيشو موجود على ريدج، الحاجات دي كلها نوت فيفربل ان انا احمل عليها الكومبليت دنشر. فلازم ان انا لو اقدر ان انا سيرجيكالي بالبري بروستاتيك سيرجري اظبطها يبقى افضل بكتير جدا للمريض بتاعي. طيب خلينا نشوف بقى الريست اوف مانديبولار ارياز كلها. عندي اللي هو الليبيال ريدج سلوب واللينجوا ريدج سلوب من جوه، دي كلها نون كونتريبيوتري ارياز، يعني اماكن ما بستخدمهاش في التحميل، تمام، يعني تعتبر نون ستريس بيرنج اريا، تمام، بس بستخدمها كاستابيليتي، يعني انا لازم بسجلها عشان مهمه عندي جدا كدنشر استابيليتي، لان الفلانجز هنا هتحضنها من بره ومن جوه، فهستخدمها اقدر ان انا استخدم التو بارلل وولز بتاعه الالفيولار ريدج دول تو ريزيست اللاترال فورسز والانتيريور بوستيريور فورسز في قصه الايه الاستابيليتي. عندي في سنسيتيف ارياز مهم جدا انا اعمل لها ريليف زي المنتال فورامين. لما بيحصل سيفير ريزوربشن للريدج للالفيولار ريدج بيبدا ان هو ينزل المنتال فورامين بيبقى موجود يطلع يبقى على كريست اوف ذا ريدج، فمهم جدا ان انا سنسيتيف اريا زي دي اعمل لها ريليف. برضه عندي الانسايزف بابيلا فوق لازم اعمل لها ريليف. طيب هنا لو ما عملتش ريليف للمنتال فورامينا يعمل لي نامنس اوف لور ليب، الانسايز اوف بابيلا لو ما عملتلهاش ريليف تعمل لي بيرنينج اوف ذا هارد بالات فوق، فمهم جدا. برضو عندنا برضو في حالات اللي هي السينايل اتروفي او اللي هي اللي فيها سيفير ريزوربشن ممكن بيحصل ان بلاقي ان الانفيريور مانديبولر نيرف ذات نفسه بيبقى اندر الميكوزا دايركتلي، ودي بتبقى حالات فيها سيفير نامنس للور ليب، فهنا دي لازم ببدا ان انا اعمل بقى اشوف اجراء معين جراحي اعمله، يا اما هعمل نيرف ريبوزيشننج ان انا اخلي النيرف بتاعي ان لور ليفل، وبيبقى غالبا بيتعمل معاها كمان ريدج اوجمنتيشن جراحي عشان خاطر ابعد النيرف تماما عن الكونفنشنال كومبليت دنشر بتاعي اللي انا هعمله. نيجي بعد ما شفنا السنسيتيف ارياز هنشوف بقى اللي هي الاماكن اللي هي الحاده في التحميل زي ايه، زي الميديان بالاتاين رافي. الميديوم بلاتاين جراف زي ما احنا قلنا هو كريتينايزد ميوكوزا وتحتيها اندرلاينج كومباكت بون، لكن المشكله في حاجه، المشكله في حاجه ان انا لا احنا عذرا احنا لسه بنتكلم في الحاجات المانديبول بس بدام احنا قلناها برضه نشرحها لكم، تمام، اللي هي ان انا ما عنديش سب ميوكوس كونكتيف تيشو اللي هو اكتس از ا كاشن او كريزيلينت
تيشو ما بين الميوكوزا وما بين الهارد تيشو. عندي بعد كده في اللي هي الجينيال تيوبريكلز، لو هي برومننت برضو بتعمل لي مشكله، ما بقدرش ان انا احمل عليها تمام، فلازم بعمل لها بعمل لورنج للجينيو هايود والجينيو جلوسس ماسل، وببدا ان انا اعمل لها ريدكشن شويه بحيث انها مش هقدر ان انا احمل عليها الطقم بتاعي او هعمل لها ريليف. ممكن لو انا عندي تورس مانديبولاريس برضو نفس الكلام، دي برضو بتبقى مشكله ان انا لازم اعمل لها ريليف او اعمل لها سيرجيكال ريموفال. بس فده فهمنا احنا الميكانيزم في سبورت دلوقتي بتاع المانديبولار ارش. وهنبدا دلوقتي، ودي اخر حاجه معانا النهارده هنتكلم عنها، اللي هي قصه الماكسيلري اناتوميكال كونسيدريشن بقى. يعني احنا خلصنا كده اتكلمنا عن الاناتومي بتاع المندبل، هنتكلم عن الاناتومي بتاع الماكسيلا ودوره في السبورت النهارده. اول حاجه هنتكلم عنها النهارده في الماكسيلا اللي هي الكورتيكال بليت اوف بون. الكورتيكال بليت اوف بون احنا عندنا في تو هافس للماكسيلا بيفصلهم الميديان بلاتاين سوتشر زي ما انتم عارفين. دول بيبقوا مكونين من كومباكت بون نتيجه الماسل اتاتشمنت بتاعت السوفت بلد، الاتاتشمنت بتاعتهم ليها بتخلي دايما ماسلز والحركه بتاعت السوفت بلد بتخلي دايما البون هنا اندر تنشن للتنسور بلاتاي والماسلز اللي زي دي. فعندنا بتخضع هنا لقصه برضه البريشر تنشن ثيوري اللي احنا قلنا عليها، فدايما العظم هنا موجود دايما اندر تنشن، غير ان هو كمان بريبنديكولر على الفورسز وبيبقى كفرد ب كفرد بكريتانايزد ميكوزا الهيفلي اتاتشد للاندرلاينج ميكوبريوستيوم. واللي فيكم اشتغل جراحه ويحاول دايما ان هو يعمل فلاب مثلا في البلد بيلاقي ان باستخدام الميكوبريوستر الفيتور بيبذل مجهود كبير جدا عشان ان هو يفصل البلد الميكوزا عن البون، وفعلا بيبقى صعب جدا عن الميكوبريوستيوم، بيبقى هيفلي اتاتشد بشكل كبير جدا بالميكوزا. ودي حاجه كويسه جدا عشان كده احنا بنستخدمها كبرايمري ستريس بيرنج اريا، بنحمل عليها عشان كده بيبقى لازم في حاله كومبليت دنشر بعمل فول بلت، ما بقدرش اعمل بلتلس كومبليت دنشر الا لو كنت هعمل اوفر دنشر سبورتد باي امبلنتس، او ان انا بستخدم فلكسبل دنشر بيز ماتيريال واخد بيها ميكانيكال ريتنشن من الانتيريو بوستيريو باي لاترال اندر كاتس. ممكن في حالات زي كده انا في حالات مسجلها كده عامل فيها بلتلس كومبليت دنشر وزاوت يوزنج امبلنتس، والحمد لله ماشيه مع المرضى زي الفل، مفيش فيها اي مشكله خالص، ومتابعها على مدار سنتين الحمد لله زي الفل مفيش فيها اي مشكله. بس لازم يبقى الحاله فيها بايلاترال انتيريو بوستيريو اندر كاتس عشان اقدر اعمل لها انجيجمنت بالفلكسبل دنشر بيز ماتيريال ان كومباينيشن مع الريجن ماتيريال بتاعه اليو شيب اكريليك هارد بلت تمام. طيب يبقى هنا اتكلمنا عن الكورتيكال بليت اوف بون وقلنا ان دي منطقه تحميل برايمري ستريس بيرنج اريا. الكريست اوف ماكسيلري ادنشلس ريدج كتير جدا من العلماء اعتبروه ان هو سكندري ستريس بيرنج اريا نتيجه ان هو طبعا ريدج هنا حالته افضل من حاله المانديبولار ريدج بكتير. الميكوزا هنا عندنا هيفلي كريتنايزد و هيفلي اتاتشد بالاندرلاينج ميوكوبريوستيوم، فبتبقى الوضع بتاعها. بس هي مشكله في العظم هنا بقى بتاعت، عشان كده ما خليناهاش برايمري، ان العظم هنا كان سيلس بون وانه ما فيش ماسل اتاتشمنت متوصله بيه، فعشان كده العلماء اعتبروه سكندري ستريس بيرنج اريا. برضو مهم جدا برضو عندنا ان احنا ممكن بيتحول لنون ستريس بيرنج اريا في حاله لو الانترنسيك بون فاكتور بتاع المريض بتاعي وحش مش كويس، والاكسترنسيك بون فاكتور برضو نفس الكلام. شكرا يا دكتوره هديل، ربنا يبارك فيكي، وشكرا لشهادتك دي، ربنا يجعله في ميزان حسناتنا يا رب. طبعا احنا بنعمل سيف للفيديو بحيث ان وقت اللايف ما يسمحلوش، احنا الهدف من اللايف ان احنا نعمل محاضرات تفاعليه، حضراتكم تتابعوني، ولو حد عايز يوجه استفسار مباشره او حاجه زي كده ده ميزه الانتر اكتف ليكتشر، ان انتوا كانكم قاعدين معايا قدامي واحنا بنتكلم، مش مجرد فيديو صلب كده كلمتين بيترصوا وبيترموا على النت وخلاص، واللي عايز يسمع يسمع واللي ما يسمعش لا. احنا انا يهمني اكتر ان يبقى في تفاعل، وبنعمل سيف لللايف وبننشره على الجروب بتاعنا ريموفال بروسودونتيك ستادي جروب. ما شاء الله دلوقتي وصلنا اكتر من 2000 طبيب وطالب مهتمين بالتركيبات، وده بالنسبه لي رقم انا ما كنتش متخيل ان احنا ممكن نوصل له خالص، انا كنت فاكر ان احنا بننقرض
ولازم نلف نلم نفسنا كده ونعمل لنفسنا محمية عشان ما نخلصش، تمام. لكن الحمد لله لقيت ان الحمد لله لسه فيها حاجة حلوة كده، ولسه في ناس الحمد لله مهتمة انها تسمع وتواصل يعني. عندنا طيب نشوف بعد كده اللي هو الميديم بتاعي عارف بقى، احنا كده خلصنا الريدج وخلصنا وخلصنا البلت البلاتاين بليتس وبون، هنبدا بعد كده نشوف الميديم بلاتاين غاف. الميديم بلاتاين غاف دي زي ما احنا قلنا دي عباره عن دي بتبقى الجزء بتاع الميكوزا اللي هو بيبقى كفرنج الميديم بلاتاين سوتشر، تمام. السوتشر زي ما احنا قلنا هو منطقه فيها كومباكت بون، بس المشكله ان الساب ميوكوس كونكت تيشو اللي موجود ما بيبقاش، ما فيش ساب ميوكوس كونكتيف تيشو تو اكتس از كاشن، فبيبدا هنا يحصل ايه، وغير كمان بتبقى بروميننس يعني بيبقى في بوني بروميننس احيانا موجود في السوتشر، فبيحصل ايه هنا، بيحصل مشكله كبيره جدا جدا عندنا في التحميل. لو انا حملت عليه بشكل مباشر بيحصل كذا مشكله. اول حاجه يجي لك المريض في الاول يشتكي ان المنطقه دي فيها التريشن او فيها اريتيشن، تمام. ده بيبقى immediately after insertion، تمام. بعدها بيوم باتنين يجي يقول لك الحته دي بتوجعني، ده نتيجه ايه؟ نتيجه ان فعلا ان المنطقه دي بقت عملت فالكرم اوف روتيشن للدنشر، تمام، في الحته دي، فيبدا ان هو الحته دي تحصل لها اريتيشن اندر الميد لاين بتاع الكومبليت دنشر بتاعك فوق في الماكسيلاري كومبليت دنشر، تمام. القصه الثانيه كمان ان الروكينج ده هيعمل لك، يبدا يعمل لك مشكله ثانيه اللي هي مشكله اللوس اوف سبورت، ان انا ما دام عندي في فالكرم، الفالكرم ده بيحصل حواليه بايلاترال فورس، هيبدا ان هو يتمرجح يمين وشمال. المرجحه اليمين والشمال دي هتخلي السبورت يبقى كومبرومايزد، فهيحصل على المدى الطويل هيبدا يحصل بون ريزوربشن على الالفيولار ريدج رايت وليفت هنا وهنا، نتيجه ان انا عندي في مرجيحه، المرجيحه دي خلت فيه هاي ماجنتيود اوف فورس ينزل على ريدج ما كانش بينزل في الاول. طيب ده الكلام ده خلي بالكوا السيكولي بتمشي ازاي، بتاعت ان انا احمل او ما اعملش ليك اوف ريليف ايه بتاع الميديم بلاتان جراف، تمام. طيب نيجي نشوف بعد كده، شكرا يا دكتور اسلام. هنيجي نشوف بعد كده الحركه بتاعت الطقم دي، هل الطقم بيتحرك بهذا المنظر؟ انتم معتقدين انه ممكن يبقى عنده ريتنشن؟ لا، بيحصل لوس اوف ريتنشن. ليه بيحصل لوس اوف ريتنشن؟ نتيجه التنشر موفمنتس. ما انا المفروض ان انا يبقى عندي تو ادابتد سيرفيسز عشان اقدر ان انا احافظ على البريفرال سيل، فما ما دام ما عنديش عندي في موفمنت للتنشر بيز ما ينفعش الموفمنت يبقى معاه ريتنشن، وكذلك الاستابيليتي بتفقد. اذا شفت انت بمجرد ما انت نسيت ان انت تعمل ريليف للميديم بلاتان عارف، خصوصا لما تكون بروميننت، عملت مشاكل للمريض قد ايه؟ طيب الكلام ده هيحصل المريض لو المريض حظه وحش. انتوا عارفين لو المريض ده حظه حلو يحصل ايه؟ يحصل انه بعد اسبوع من استلام الطقم، الطقم يجي لك مكسور من النص، ده يبقى المريض ده حظه حلو. انا الطقم عندي في 60 ده مش مشكله، انا المهم عندي بق المريض ذات نفسه. شكرا يا دكتوره ساره. المهم عندي ان انا احافظ على انسجه المريض، مش المهم عندي الطقم. الطقم لو اتكسر من النص تمام، بيجي لك المريض تشوف الطقم تلاقيه مقسوم نصين من الميد لاين. السؤال المهم هنا اللي بتساله للمريض ايه هو؟ هل الطقم بتاعك ده كسر في بق المريض ولا بره بق المريض؟ لانه ممكن يقع على الارض وبرضه يتكسر من الميد لاين، خلي بالك، لانها منطقه ستريس كونسنتريشن نتيجه وجود الليبيا الفرينم قدام هنا، عامل فيه زي في شيب كده، فبيحصل ستريس كونسنتريشن عند الليبيا الفرينم فيكسر الطقم من النص، تمام. فمهم جدا عندنا نسال المريض هل الطقم اتكسر جوه بقك ولا وقع منك، وخليك صادق لانه اسلوب التصليح هيختلف. يعني ايه اسلوب التصليح هيختلف يا جماعه؟ لو الطقم اتكسر في بق المريض، ودي حاجه من اللي بيسالها طالب البكالوريوس دايما، بنقول لك جاي لك مريض معاه طقم مكسور من النص، تمام. طيب الطقم اللي مكسور من النص ده وقع منه على الارض، الريبير بتاعه يبقى ازاي؟ الطالب كل اللي هيقول هنعمل اسمبلي للفراكشر دي بارتس، لو قدرنا ان هو لو المريض جاب كل الاجزاء المتكسره او جزئين موجودين على بعض هنجيبهم ونعمل اسمبلي للفراكشرز بارتس، وهنسميهم هنثبتهم بوودن ستيك وبستيكي واكس، وهنثبت الاجزاء دي وهنفتح هنعمل زي اندكس للطقم من البلاستر، وهنبدا ان احنا نوسع الفراكشر لاين ونعمل داف تيلز ونجيب سيلف كيور والكلام اللي انتوا عارفينه ده. طيب لو الطقم اتكسر في بق المريض، الحل ان احنا نعمل ريبير بهذا المنظر؟ لا. ليه؟ لانك لو عملت له ريبير بهذا المنظر هيكسر في بق المريض تاني، لان المشكله هنا مش المشكله هنا مشكله ليك اوف ريليف ومشكله امبروبر سبورت، فالمشكله انت ما حلتهاش، والسيلف كيور اللي انت عالجت بيه او صلحت بيه اضعف بكتير جدا من الهيت كيور كمان، فالكسر ممكن يبقى اسرع من الهيت كيور قبل كده، خلي بالك.
لان السيلف كيور البروبرتيز الفيزيكال والميكانيكال بروبرتيز بتاعته اضعف بكتير من الهيت كيور، تمام؟ مهما عملت فيه، تمام، هو بيبقى اضعف من الهيت كيور. طيب يبقى احنا هنا لازم هنعمل ايه في الحاله دي؟ لازم هعمل ريليف الاول. يعني هعمل ايه؟ يعني هاجي النهارده هعمل ريليف للمنطقه اللي هي بتاعه الميديال والباراجراف، وهبدا ان انا بعد ما اصلح الطقم مباشره اروح اصلحه في المعمل واعمل ريليف للاريا دي، واخد ريلايننج، اعمل ريلايننج للماكسيلري دينشر يفضل في هذه الحاله، عشان اللي انا الخطا اللي انا ما قدرتش اعمله في السكندري امبريشن اقدر ان انا اصلحه في بطن الطقم اللي اتكسر نتيجه الامبروبر ريجستريشن اوف سبورت فور الميديم بلاتانر. الحته دي حته كريتيكال وحته حساسه. الناس اللي دايما بتيجي تشتكي لي تقول لي يا دكتور محمود الطقم الماكسيلري دايما بيكسر معانا، خلي بالك من القصه دي لانها غالبا بتبقى هي السبب، تمام؟ طيب نيجي نشوف بتاع فيشال ستوبس بتاعه الماكسيلري. شكرا يا دكتور عصام. الفيشال ستوبس اوف ماكسيلري ريزيدوال ريدج برضه هي نان كونتريبيوتري، برضه في السبورت ما بستخدمهاش في السبورت، بستخدمها في حاجات تانية ممكن في الاستابيليتي، لكن في السبورت اللي هي الليبيال والفيشال او البكال ريدج سلوب من بره، وطبعا انا ما عنديش جوه ريدج سلوب، عندي اللي هو البلاتا ريدج سلوب ممكن بيبقى انكلايند شويه، فبعضهم بيعتبروا انه ده سكندري ستريس بيرنج اريا، وده بعضهم بيعتبروا ان هو تبع الريدج. بمجرد ما بدات اوصل للهوريزونتال بليتس وبون بتاعت الماكسيلا فببب انا خلاص وصلت للبرايمري ستريس بيرنج اريا جوه. منطقه بقى مهمه جدا عايزين نتكلم فيها بالنسبه للبوستيريور ليميت بتاع الماكسيلاري دنشر، حته جميله جدا عايزين نتكلم فيها اللي هي الايفكت اوف البلاتال فورم. البلاتال فورم، البلاتال فورم بتاعي هل هو البلاتال فورم بتاعي هل هو شالو هارد بلات ولا يو شيب ولا في شيب هارد بلات، وهل ده ياثر على السبورت ولا لا، تمام؟ لان في خلي بالكم مش كل حاجه بتاثر على الريتنشن والاستابيليتي تاثر على السبورت، تمام؟ طيب لو انا عندي في شيب بلت، الفي شيب بلت السبورت بتاعه اقل، لان انا عندي البلت الاريا انا يهمني انها تبقى بريبنديكولار على الابلايد لود، فكل ما بقت في شيب كل ما بقى اللود نازل بشكل انكلايند على الـ على الـ على السيرفيس بتاع البلت بتاعي، فبقى عندي خلي بالك هيبقى عندك مشكله في السبورت. فمهم جدا ان انت بتعمل دايجنوزز تو كولكت يور داتا، ان انت هنا هيبقى عندك مشكله في السبورت، هنا هيبقى عندك مشكله في ريتنشن، هنا هيبقى عندك مشكله في الاستابيليتي، زي ما هنيجي ناخد في حالات الفلات ريدج وهنيجي ناخد في حالات الفلابي ريدج. ان انت عندك فلات ريدج دايما يجي السؤال فلات ريدج ايه اكتر حاجه اكتر مشكله بتقابلك فيه؟ ايه سبورت ريتنشن الاستابيليتي؟ جاوب. فالناس دايما يجي في دماغها عشان الطقم بيقع فيجي في دماغها ريتنشن، لا مش ريتنشن، تمام؟ ده انت اكتر حاجه مشكله بتقابلك الاستابيليتي والسبورت. طب ليه الاستابيليتي في الفلات ريدج؟ الاستابيليتي في الفلات ريدج لان ما عندكش الهاي بارل وولز اللي هتريزست اللاترال والانتيريور بوستيريور فورس. طيب نيجي للسبورت، ليه السبورت عندك قل؟ السبورت عندك قل لانك الدنشر بيرنج اريا بتاعتك قلت نتيجه الريدكشن بتاع ريدج، ما عندكش عظم، فلما تيجي تشوف المساحه الكليه بتاعت الدنشر بيرنج اريا هتلاقيها قلت، فبطبيعه الحال السبورت بتاعك قل، تمام؟ يبقى اذا مشكله الفلات ريدج الاستابيليتي والسبورت اكتر منها الريتنشن، بس هو بطبيعه الحال عشان ما عنديش استابيليتي فما عنديش ريتنشن، نتيجه ان انا الطقم بتاعي بيتحرك فما بقاش ريتيند، تمام؟ فدي القصه، بس انا عايز افهمك فلسفه المشكله جايه منين، يعني المشكله دي جايه منين. طيب الفلابي ريدج مشكلته سبورت ريتنشن استابيليتي، مشكلته ايه؟ على حسب بقى، يعني هنا على حسب، لو انت اتعاملت معاه غلط بقت مشكلته في الثلاثه، يعني بقت مشكلته في الثلاثه. شكرا يا دكتوره شيماء. ازاي الكلام ده؟ لو انا عندي فلابي ريدج وجيت عملت عليه بريشر زيه زي بقيه الانسجه هيحصل مشكله. اولا انا ضغطت على كل الانسجه زي بعضيها، تمام؟ جميل جدا. هيحصل ريزيست للتيشو وورد موفمنت، هيحصل ريزيست للتيشو وورد موفمنت، لكن في اثناء الريست هيحصل ايه؟ هيحصل ريباوندنج افكت. شكرا يا دكتور باسم. هيحصل ريباوندنج افكت للفلابي تيشو اللي موجود، وبالذات بيبقى غالبا في الانتيريور اريا هنا في فيبدا يحصل ان الطقم يقع من مكانه، فحركه الطقم دي بتعمل بروكن للبريفرال سيل فوق، تمام؟ فيحصل لوس اوف ريتنشن، تمام؟ لوس اوف ريتنشن معناه والدنشر موفمنت معناه ان مفيش استابيليتي، فيبقى كده انا ما عنديش ريتنشن وستابيليتي في حاله الفلابي ريدج، تمام؟
طيب غير ان انا عندي طب لو انا بقى جيت هنا قمت، لا ده انا جيت هنا قمت عامل ويندو في السبيشال تري بتاعتي وسجلت الميوكوزا بتاعتي فانكشنال كلها عادي، وجيت على الحته الفلابي دي وعملتها ستاتيك باقل نقطه ضغط، يبقى انا هنا احترمت ايه؟ احترمت هنا الديفرنت تيشو ديجريز او الديفرنت كومبريسيبيليتي بتاعت الميوكوزا في الارش بتاعي ككل. عملت الجزء اللي هو الميوكوزا اللي هو الهيلثي والكويس قدرت ان انا اسجله فانكشنال وفيسيولوجيك كويس، والجزء اللي هو الفلابي سجلته ستاتيك، فانا يبقى انا هنا احترمت الايه؟ احترمت هنا اللونج تيرم سبورت بتاعي، فبقى هنا في عندي في الحاله هنا سبورت كويس، وده هينعكس معايا قدام ان مش هيحصل مشكله في ريتنشن وهيحصل مشكله في الاستابيليتي. يبقى احنا كده قدرنا ببساطه شديده جدا كل مشاكل البروسيس تتحل في كلمتين نتيجه ان انا فهمت، قدرت ان انا استوعب وافهم الفلسفه بتاعت علم التركيبات ماشيه ازاي. لان العلم ده علم زي ما احنا قلنا تقيل وعلم كبير جدا وعلم مهم جدا جدا جدا، لو انا ما فهمتوش من الاول صح وفهمت فلسفته صح هلاقي ان حفظه واستيعابه صعب جدا جدا، وده للاسف المشكله اللي معظم زمايلنا بيقابلوه. شكرا يا دكتوره شو. نيجي نشوف بعد كده الريليف ريجون بقى اللي هي مناطق الريليف في الماكسيلا ايه هي. عندي طبعا زي ما احنا قلنا الانسايزف بابيلا قلناها قبل كده، قلنا الميديوم بلاتان غاف، طبعا لو عندي في تورس بلاتينس موجوده دي برضو بتعمل لي مشكله. في عندي برضو الارياز اوف ريليف اللي احنا نسينا نقولها عنها تحت في الماندبل اللي هي، ودي من الحاجات اللي بتبقى سيئه جدا للاسف، اللي هي ال وات وي كول المايلو هيدريدج. المايلو هيدريدج من الحاجات اللي بتبقى رخمه قوي للدكاتره فعلا، لان انت بتبقى تعبت وجبت اللينجوال باوتش وفرحان بيها وطالعه معاك اس شيب وبتاع، وبعدين بعد ما تسلم الريجيد كومبليت دينشر بتاعك اللي هو الاكريليك دينشر بتاعك، المريض يقعد يقول لك لا الحته دي بتعورني، شيل من جوه شيل من جوه، بتقعد انت حضرتك تشيل من الميديان من الـ من الـ من الـ من الفنترال سيرفيس او الفيتنج سيرفيس بتاع الدينشر من جوه عند المايلو هايد ريدج من جوه، وبتكتشف ان مهما انت بتشيل المريض ما بيستريحش وعمره ما هيستريح لسبب بسيط جدا، هي دي دورها انها بتقاوم اللاترال فورس، فانت مهما شلت الطقم برضو اثناء الحركه الحركه هتزيد، يعني انت هتشيل من بطن الطقم الحركه هتزيد اكتر والاريتيشن هتزيد اكتر، فانت شايلك زود المشكله ما حلهاش. تمام. طب الحل ايه؟ الحل كنا بنعمل ريليف، يعني كنا بنعمل ريليف للاريا دي واحنا بناخد لها مقاس. طيب انا مش عايز اقعد اتكلم بقى عن حلول قديمه، انا دلوقتي عندي حل جديد قضى على المشكله دي نهائي. ايه هي الحل الجديد؟ ان انا استخدم فليكسيبل ريزن، ان انا استخدم الفليكسيبل بوليميثايل ميسا اكريليت ان كومباينيشن مع الهارد اكريليك العادي خالص، اقدر اعمل الجزء بتاع الانجوال فلانج ده كله اعمله من اول المايلو هايد ريدج لحد البريفرنس بتاعت الفلانج، اقدر اعمل كل الجزء ده اعمله فلكسبل وبقيه الطقم كله هارد عادي مفيش اي مشكله، بحيث ان الجزء اللي داخل الاندر كات كله واللي على المايلو هايد ريدج يبقى كومبليتلي فلكسبل ما عنديش اي مشكله خالص. طبعا الفلكسبل ريزن حاجه والسوفت لاينر حاجه ثانيه. الفلكسبل ريزن يا جماعه الدنشر بيس ماتيريال بتاعته بتبقى مرنه فعلا جدا وبيبقى ليها حاجه اسمها فلكسبل ميموري. يعني ايه؟ يعني لو انا عندي المايلو هايد ريدج تخيلوا ان هو بالمنظر ده كده، ده المايلو هايد ريدج، الدنشر بتاعي بهذا الشكل كده، فالدنشر بتاعي اول ما هيجي هنا هيفتح وهينزل ياخد الفلكسبل ميموري بتاعته وينزل زي نيكل تيتانيوم فايل ويعمل وياخد الشكل ده كده بالمنظر ده. طب لو عملت الفلانجي بتاعتي دي عملتها بالسوفت لاينر ايه اللي هيحصل؟ هيجي ينزل هنا في الاندر كات من هنا كده، هينزل الطقم بتاعي هيبقى موجود ودي مفتوحه كده. ليه؟ لان ملهاش السوفت لاينر ملوش الفلكسبل ميموري بتاع الدنشر بيز ماتيريال ان هو بيرجع لمكانه تاني وياخد المكان بتاعه فيقفل لك البريفرنس سيد مظبوط، فيديك هنا في الحاله دي ميكانيكال وفيزيكال مينز اوف ريتنشن نتيجه ان هو انجيج اندر كات فخد ميكانيكال ريتنشن، وفي نفس الوقت ده طبعا وزود تروما للانسجه خالص، وفي نفس الوقت حافظ لك على الفيزيكال مينز اوف ريتنشن نتيجه البريفرنس سيد بتاعك اللي هو حافظ لك عليه قفله لك من تحت نتيجه ان الفلكسبل ميموري خليته يوصل يضغط تاني على الفيستيبيول من تحت ويقفل ويمنع الاسكيب اوف اير اندر الدنشر بيس، فحافظ لك على الفيزيكال مينز اوف ريتنشن. دي كده احنا كده الحمد لله نبقى خلصنا النهارده الجزء الخاص بالسبورت،
طبعا في حتة بسيطة كنا عايزين نتكلم فيها اللي هي موضوع الامبريشنز كبراكتيكال بقى، يعني احنا عايزين بقى نشوف ايه هو البراكتيكال سيجنيفيكانس في الامبريشن على قصة السبورت. يعني انا ازاي بقى اطوع، اتكلمنا كلام فيه كلام نظري شوية، كلام عذرا انا عندي صوت انا اسف، اتكلمنا كلام فيه شوية حاجات نظري كتير، عايزين نطوع كل ده بقى على خدمة الواقع بتاعنا. انا دايما بعتقد ان السبورت ده كشابتر اتعمل عشان يخدم قصة الامبريشن، عشان تو هاو تو سيلكت ذا بروبر امبريشن تكنيك فور ذيس بيشنت، يعني هو ترجمة كل اللي احنا قلناه من شوية. هتكلم على حاجة الكلاسيفيكيشن بتاع الامبريشن تكنيكس اللي احنا خدناه، لان احنا هنتكلم عن الامبريشن تكنيكس بالتفصيل الممل، لان انا عارف ان معظمكم عنده ديفكت في القصه دي. عرفت منين؟ عرفت من تواصلي مع زمايلي في المحاضرات، من خلال المعمل عندي هنا 90% من المقاسات اللي بتيجي مش مظبوطه، بنضطر ان احنا نرجعها للدكتور يصلح يعمل حاجات زي كده. فكل ده عرفت ان في مشكله، ان انا عندي الدكتور بيتخرج من الجامعه للاسف ما بيعرفش ياخد امبريشن بصوره كويسه، تمام؟ وده اللي بيخليني انا كميشن ليا انا كمحمود ان انا بركز في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في البوست جراديوت اديوكيشن بتاعي على الكونفنشنال ورك اكتر من الادفانسد ورك. ما مش معقول دكتور مش عارف ياخد مقاس حلو والنهارده اجي اديله دوره يعمل امبلانت، يعني طب ليه؟ طب ازاي؟ طب ده اصلا مقاس الامبلانت كومبليكيتد مور ذان الكونفنشنال امبريشن، هو ما قدرش ياخد ده، هياخد امبريشن لامبلانت كويس وبينتج عن ده ان الامبلانت بيحصل لها اوسيو انتجريشن، بيحطها جراح زي الفل، يحصل ان انت تاخد عليها امبريشن مش حلو، فيحصل ايه؟ يحصل حاجه اسمها بروستيك فيلير، ان اللود اللي نازل على الامبلانتس ده مش نازل مظبوط، وانت ما درستش الامبريشن تكنيك اللي انت عامله على دينتا الامبلانتس ده هيبقى ايه؟ اكوردنج تو المود اوف سبورت والاوكلوجن وفاريبلز كتير جدا موجوده عند المريض والماسل فورس والماجنتيود بتاع اللود والدايركشن والكلام ده كله، فبيحصل ان انت ما درستش قصه البايوميكانكس في القصه دي عامله ازاي. فبطبيعه الحال الامبلانت بتاعك هيحصل له فيلير، وده جزء هنتكلم عنه في الامبلانت اوفر دينشر بشكل مفصل بعد كده لما هنيجي نتكلم في الامبريشنز التكنيك بتاعته. لكن احنا النهارده بنتكلم كونفنشنال كومبليت دينشر، فعايزين نعرف الثيوريز بتاعت الامبريشن لما جم العلماء. انا اسف لو طولت عليكم شويه، خلاص احنا في 5 دقائق وهنخلص. الثيوريز بتاعت الامبريشن فلسفتها ايه لما العلماء جم يفكروا؟ احنا كنا دايما فاكرين كان عندنا في 3 امبريشن تكنيك كنا بناخدهم واحنا طلبه في الكليه، اللي هو الميوكوستاتيك او الاناتوميكال امبريشن تكنيك، وكان عندنا في ميوكو كومبريسيف او بنسميها الفيزيولوجيك او الفانكشنال امبريشن تكنيك، وكان عندنا في اللي هو السيلكتيف بريشر امبريشن تكنيك او كنا بنسميها تو ستيج امبريشن تكنيك. طيب دول كان فلسفتهم ايه؟ نيجي نشوف اول مجموعه من الناس من العلماء دول قال لك بص احنا مش عايزين، احنا عايزين نسجل، احنا اهم حاجه عندنا في الريتنشن بتاع الكومبليت دنشر هي الفيزيكال ميز اوف ريتنشن، قصدي هي الفيزيكال ميز اوف ريتنشن، ومش كلها، ده هم كانوا بيعتمدوا على الادهيجن والكوهيجن بس، يعني اهم حاجه في الفيزيكال ميز اوف ريتنشن ادهيجن والكوهيجن. فاحنا المهم عندنا ان احنا ناخد نسجل كل الفاين ديتيلز بتاعت الميوكوزا بتاعتنا بحيث ان يبقى في انتميت كونتاكت ما بين الدنشر بيز، وان الدنشر بيز يبقى داخل في كل المينيت اليفيشنز والديبريشنز اللي موجوده عندي في الميوكوزا، تمام، بحيث انه يبقى في سيل فيلم فلود وعندي الدنشر كومبليتلي ادابتد على الميوكوزا، فيبقى عندي في ديفيكولتي تو سيبريت زي ما بالظبط احط نقطه ميه ما بين ازاستين ما بين 2 جلاس سلاب كده واحاول ان انا انزعهم، مفيش، دول بيعتمد على الاديجن كويشن بس. شكرا دكتور شريف. فدول الخاصيه دي بتعتمد على الاديجن والكوهيجن بس ليس الا. فالناس بتوع النيوكو ستاتيك امبريشن تكنيك دول كانوا بيستخدموا النظريه دي، قال لك احنا عايزين نستخدم القصه دي. طيب من غير اي بريشر بقى، انا مش عايز اعمل اي بريشر، مش مهم عندي الماكسيمال اكستنشن، مش مهم عندي اوصل للفول لينث اوف فلانجز، كل ده كلام فاضي بالنسبه لهم، وده كله مش مهم، فاحنا هنشتغل فيزيكال مينز اوف ريتنشن بس. طيب كانت ايه عيوب النظريه دي يا جماعه؟ عيوب النظريه دي انه طول ما الطقم في الريست، يعني في الاستاتيك بوزيشن وفي الريست، الطقم ماسك كويس جدا، لكن المريض يبدا انه يتكلم او يبدا ان هو يمضغ عليه او يعمل اي حاجه كان الطقم بيقع. وده نتيجه ايه؟ نتيجه ان الوضع اللي احنا استخدمناه او اللي احنا خدناه في الريتنشن اللي هو بالاديجن والكوهيجن بس كفيزيكال مينز، ده يخلي الطقم ثابت في الريست، يعني انا ما فيش اي فورسز عندي، لكن بمجرد ما يجي الطقم يشتغل
يعمل ماستيكيشن يعمل كذا، ظهرت بقى مشكله الاستابيليتي، فلقينا ان الامبريشن تكنيك ده ما بقدرش احصل بيه على ستيبل دينشر ديورنج الفانكشن. تمام؟ فجم ناس تانيين قال لك لا احنا عندنا في تكنيك تاني اللي هو تكنيك الجزمه الصيني. عارفين الجزمه الصيني؟ عندهم في بعض القبائل في الصين كانت من احد علامات الجمال عند البنات عندهم، يعني دايما في قبائل كده بتبقى ايه، بيبقى ليها يعني حاجات كده تقليع كده معينه، ان تبقى رجلين البنت صغيره، يعني تفضل رجلين البنت صغيره جدا، كل ما رجليها كانت صغيره قوي كل ما كانت البنت دي جميله. فيعملوا ايه عشان يضمنوا ان رجلين البنت لما تكبر ما تكبرش وتفرشح كده وتبقى البنت شكلها وحش مش هتتجوز؟ فيعملوا ايه؟ فيلبسوا البنت دي من صغرها جزمه حديد. الجزمه الحديد دي هدفها انها تمنع الجروس بتاع الفوت بون. تمام؟ فتفضل دايما بنت رجل صغيره، هي نفس المقاس والبنت تقريبا بتلبسها طول النهار وطول الليل، يا دوب بتقلعها بس تغسل رجلها بس اعمال النظافه العاديه وتلبسها تاني. فالجزم دي كان الهدف منها انها رجل البنت تبقى ايه؟ تبقى صغيره. فلقوا ده لمرحله معينه لحد ما بيقف الجروس فبتفضل رجل البنت صغيره. فاللي استخدموا القصه دي قال لك طب ما احنا نعمل حاجه تانية بقى، احنا هنعمل كومبريشن على الانسجه شديد شديد جدا، ده اللي هو الميوكو كومبريسيف امبريشن تكنيك. فاحنا لما هنعمل كومبريشن على التيشو انا ما بحتاجش الريتنشن بتاع الطقم اكتر او الاستابيليتي ما بحتاجهاش اكتر الا في حاله الايه؟ الا في حاله الفانكشن، مش كده؟ يعني انا بحتاج ايه اكتر؟ الاستابيليتي بحتاجها فين اكتر؟ بحتاجها اثناء الفانكشن ولا ديورنج الريست؟ ديورنج الريست انا مش محتاج. فانا المهم عندي ان انا احافظ على الريتنشن والاستابيليتي ديورنج الفانكشن. فانا هخلي ايه؟ فانا هخلي المريض يضغط كويس جدا وانا باخد الامبريشن ده، بحيث ان الضغط ده هيضمن لي ان ديورنج الفانكشن الطقم هيبقى ستيبل في مكانه، فهيبقى سبورتيف. تمام؟ هيقاوم التشو وورد موفمنت نتيجه ان هو ضاغط على الانسجه اكبر ضغط ممكن، فمش هيروح بقى في حته ثانيه خلاص، يعني ما عادش فيه ليه مجال اصلا انه يتحرك لانه فاعص الميوكوزا على الاخر. تمام؟ طيب القصه الثانيه ان الريتنشن ديورنج الفانكشن مش هيتاثر نتيجه ان المريض وهو بياكل وبيمضغ على السنان بيبقى دايما الطقم تحت ضغط، مش هيبقى فيه مشاكل في الاستابيليتي. لكن لقينا ان في مشكله برضه وعيب موجود، ان بمجرد ما الطقم المريض بيخلص اكل بيحصل ان الطقم بيقع من مكانه نتيجه ان السكويز دي ميوكوزا بيحصل لها ريباوندنج تاني فبتوقع الطقم من مكانه، فالطقم بيبقى ستيبل ديورنج الفانكشن ما بيبقاش ستيبل ديورنج الريست. غير مشكله تانية ان لقوا على المدى الطويل الكونتينوس بريشر اثناء استخدام الطقم او عدم استخدامه ده خلى دايما الانسجه واقعه تحت ضغط طول اليوم تقريبا، يعني طوال اليوم في ضغط واقع على الانسجه، فالضغط اللي واقع على الانسجه ده زود نسبه البون ريزوربشن فغير لي الدنشر بيرنج اريا، فاذا هنا اثر لي على السبورت واثر لي على الريتنشن وعلى الاستابيليتي على المدى البعيد، فما خلاش كده كان عندي انيشال سبورت حلو جدا لكن اللونج تيرم سبورت اتاثر على المدى البعيد، فبقى في مشكله في السبورت في القصه دي. وكتير قوي بنشوف زمايلنا اللي بيجيبوا لنا امبريشنز معموله بالباتي رابر بيس. الباتي رابر بيز يا جماعه لا يستخدم لا في برايمري ولا في سكندري امبريشن تكنيك للكومبليت دنشر ما عدا الحالات بتاعه الفلات ريدج او اللي هي اللي بيبقى بنقول عليها الادفانسد ريدج ريزوربشن او الار ار ار. تمام؟ هي دي الحالات بس اللي انا بقدر استخدم فيها كومباوند كبرايمري امبريشن، واقدر ان انا استخدم فيها برضو كومباوند كسكندري امبريشن واعمل عليه وش. تمام؟ او اقدر ان انا استخدم باتي واعمل عليه لايت وده عشان حكم ان انا ما عنديش هنا عظمه يا جماعه بحمل عليه، انما اجي بقيه اجي عندي نورمال ريدج وابدا ان انا احمل عليه بالشكل الخطير ده، فده مع الوقت انا بعمل سيفير ريزوربشن للالفيولار ريدج. وبنشوف للاسف المشاكل دي اللي كتير من زمايلنا بيعملوها ان هم بيعملوا هيفي بريشر ديورنج امبريشن ريجستريشن، ودي حاجه احنا ما بنحبهاش، مش عشان تطلع مقاس حلو وتصوره وتطلعه على النت شكله كويس وانت واخده باتي واخد عليه بلايت ووش، ده مش فيكسد ريستوريشن عشان تاخده بالمنظر ده، لا هنا في عندنا قواعد اخلاقيه وبيولوجيه لتسجيل المقاس، يعني دي خدوها عن لساننا وقولوا ان ده كلام محمود رمضان، ان في حاجه اسمها قواعد اخلاقيه وقواعد بيولوجيه لتسجيل المقاس، نرجو ان احنا نلتزم بيها مش عشان تطلع المقاس، وغير ان البروفيشنال بيعرفوها، يعني لو انت هتاخد
بالباتي رابر بيز. انا يعني مش بعتبر نفسي كبروفيشنال، واحد لسه بتعلم زيكم يعني، بس انا كواحد يعني ليا باع في هذا المجال، فلما ببص على مقاس متاخد بباتي بعرف جاست فروم بيكتشر، تمام. فبلاش بلاش ان انت يعني تسهل على نفسك وتاذي المريض يعني، لا حاول تتعب، حاول ان انت تتعب، وحاول ان انت تاخد ماده على الاقل خالص عايز تستخدم، استخدم الميديوم رابر بيز يعني، ده اغلظ ماده او اكثر ماده كفسكوستي تقدر ان انت تستخدمها لتسجيل التيشوز بتاعتك. طبعا هنيجي نتكلم على اخر تكنيك اللي هو اللي حل بقى المشكله بتاعتنا، اللي هو السيلكت بريشر امبريشن تكنيك، وده ان احنا بنقدر ان احنا نلعب في الحاله، بنقدر ان احنا نعمل سبيسر، نقدر ان احنا نعمل بيرفوريشن، نقدر ان احنا نعمل ريدكشن للسبيشال تراي من جوه، بحيث ان احنا نقدر نعمل ريليف عند الاماكن المعينه اللي احنا عايزينها، ونقدر ان احنا نعمل انتيميت كونتاكت او نعمل بريشر على الاماكن اللي احنا عايزين نحمل عليها. فبدانا ان احنا هنا نبعد عن التحميل على السنسيتيف والشارب ارياز، بدانا ان احنا نحمل على البرايمري والسكندري ستريس بيرنج ارياز بشكل كويس. فبدانا هنا ان احنا هنا قدرنا ان احنا نوفر للمريض الانيشال سبورت، وده هنرجع لاول كلمه قلناها في المحاضره، الانيشال سبورت افتر ديليفري قدرنا نوفره، وقدرنا ان احنا باستخدام التكنيكس دي وهنشرحها في الامبريشن بالتفصيل، ان احنا كمان ندي لونجيفيتي اوف سبورت، ان احنا نخلي الطقم بتاعنا مور سبورتيف. اتمنى ان انتوا تكونوا اتبسطتوا معانا النهارده، وعذرا ان انا طولت عليكم، بس هي المحاضره مهمه قوي الصراحه في فلسفه التركيبات. ان شاء الله لو عشنا قليل عمر ميعادنا هيبقى الجمعه الجايه باذن الله الساعه 10. اسف برضو ان انا اتاخرت عليكم النهارده، كان في مشكله بسيطه في النت على محلتها. هنتكلم عن ريتنشن اوف كومبليت دينشر، ده اللي هنتكلم عنه المره الجايه، محاضره مهمه جدا لا تقل اهميه عن محاضره النهارده، الضلع الثاني من اضلاع نجاح الطقم الكامل اللي هو ريتنشن اوف كومبليت دينشر. وهنشوف ازاي ان احنا بنقدر ندي سايكولوجيكال كومفورت للمريض وهو ماشي بيها، احد الثلاث اضلاع بتوع البيشنت ساتسفاكشن، ان يبقى فيه لونجيفيتي اوف سبورت، ويبقى عندي سايكولوجيكال كومفورت، ويبقى عندي فيسيولوجيكال كومفورت من الاستابيليتي. ده كله هنتناوله ان شاء الله المحاضره اللي جايه واللي بعدها باذن الله. لو في اي سؤال ممكن اسمعه من حضراتكم دلوقتي او يتساب في كومنت على الليكتشر باذن الله تعالى. شكرا جزيلا ليكم، وشكرا على متابعتكم وعلى وقتكم واهتمامكم. اللي محتاج اي سؤال عن مصادر، عن اي حاجه انا قلتها في المحاضره، ولو في حاجه انا قلتها سهوا او خطا ارجو ان زمايلي تغفر لي، وارجو ان اي حد يستفيد بالفيديو او تابع الفيديو انه يشيره، بحيث ان اكبر حد من الزملاء على الجروبات المختلفه او على صفحته الشخصيه هبقى سعيد جدا بده، عشان زمايلنا تتعم الفايده يعني، وربنا يجعله في ميزان حسناتكم ان شاء الله. ونلتقي باذن الله تعالى. شكرا يا دكتور سيد، ونلتقي، شكرا يا دكتوره هديل، نلتقي ان شاء الله الجمعه الجايه لو عشنا وكان لينا عمر، وعذرا لو اتاخرت عليكم في يوم بيبقى عندي ظروف منعاني. شكرا يا دكتوره شيرين، وشكرا يا دكتور محمد صبري. نلتقي ان شاء الله باذن الله الجمعه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.